الطريق الصحيح أن نهتم بالأمة جميعا أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا تبايتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذاب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا تسليط من الله، تسليط الذل هذا من الله تأديبا لنا لا يرفعنا هذا الذل أبدا حتى نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الوسائل وسائل سخيفة، بارك الله فيك. المقاومة كل هذه كلها سخيفة، المقاومة للعدو وبث الرعب في رعب في نفسه بدل ما نرعب نحن، رب أن نتمسك بالإسلام ونعتز بالإسلام ونرفع راية التوحيد ونرفع راية السنة، بارك الله فيكم. هنا يهابنا العدو، هنا يهابنا العدو ويخافنا ويطمع في الدخول في الإسلام. يمكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. المظالم حتى الأراضي نسام رسول أهل العزائم، القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. صاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم، فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم، حربا على كل حرب سلما لكل مسالم، سلما لكل